وجود روسيا العسكري في سوريا بات واقعاً ولا يبدو القلق على الإدارة الأمريكية في واشنطن، فالتحليلات السياسية تدل على اتفاق أمريكي روسي في المنطقة هدفه في المقام الأول محاربة داعش، ولكن ماذا عن إسهامه في دعم بقاء النظام السوري؟ طبعا كما قال الوزير كاري في لندن، النوايا الروسية ليست واضحة حتى الآن، وإذا أرادت روسيا أن تلعب دور إيجابي في الحرب على داعش فطبعا نحن نرحب بذلك، ولكن إذا أرادت روسيا فقط أن تدعم نظام بشار الأسد فهذا أمر يعني مرفوض رفضا باتا. نحن نعتقد أنه بقاء بشار الأسد في سوريا هو يعني السبب الرئيسي وراء وجود الإرهاب في سوريا، ولذلك لابد من تنحيه ولابد من الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا من أجل ضمان الاستقرار والأمن في ذلك البلد. مع تزايد العنف في سوريا وامتداد نفوذ داعش الذي استفاد منه الأسد، تقدمت الحوارات السياسية الدبلوماسية بين دول كبرى حيال إيجاد حل للأزمة السورية، وهنا طرح أكثر من سؤال: ماذا عن الدور الإيراني في الحل السوري؟ وهل ثمة اتفاق على إعطاء روسيا دورا عسكريا لمواجهة الإرهاب الذي بات يشكل خطرا في المنطقة في حال سقوط النظام؟ هنالك يعني تحالف دولي متكون من أكثر من 60 دولة حول العالم التي تسعى لدحر تنظيم داعش، ولقد حققنا يعني إنجازات يعني حقيقية وكثيرة جدا ضد ذلك الجماعية أو جماعة، ونحن نريد يعني المزيد من التقدم في هذا المجال. نعم، لقد قلنا سابقا انه يعني اذا ارادت ايران ان تقبل مبادئ جنيف واحد ويعني تساعد الايجاد يعني او توصل الى حل سياسي فطبعا يعني هذا يعني شيء ايجابي، ولكن حتى الان ايران لعبت دور سلبي وقامت بزعزعه الاستقرار في سوريا بدعمها للجماعات الارهابيه. وفي سياق المساعدات الامريكيه للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين، ستمنح الولايات المتحده لبنان حوالي $1 مليار من المساعدات الانسانيه لتخفيف اعباء اللاجئين عليه.